وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في الغرفة التي فيها صور لأشخاص ولكنها موضوعة في الدرج أو نحوه؟ إذا كانت الصور ما هي منصوبة بل هي خفية فلا تؤثر على الصلاة، لكن يبقى إثم الصور واقتناؤها، لا يجوز اقتناء الصور للذكريات أو للفن أو ما أشبه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة فيه، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، يجب إتلافها إلا الصور الضرورية التي تتخذ للبطاقة الشخصية أو لرخصة قيادة السيارة أو لجواز السفر، هذه ضرورية يلزم الإنسان بها، احتفظ بها للضرورة، أما ما عداها فيجب إتلافه ولا يجوز الاحتفاظ به. نعم.